الله. أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن تعلم أن الأعمار بيد الله، وأن الإنسان لا يأمن أن تأتيه منيته بين عشية وضحاها. أوصيك أن تنجو بنفسك، وأن تنيب إلى ربك، وألا تبالي بصديق ولا بحبيب ولا بقريب. من الذي قال إن الهداية تفتقر إلى أحد يكون معك؟ هل يضرك إذا كان الله معك ألا يكون معك أحد؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. معك ربك، لمن تنيب؟ تنيب إلى الحي، تنيب إلى ملك الملوك وجبار السماوات والأرض وإله الأولين والآخرين، من بيده حياتك وموتك وغناك وفقرك وذلك وعزك ومهانتك وكرامتك، بيده كل شيء سبحانه وتعالى. أتخشى إذا اهتديت؟ أتخشى إذا التزمت؟ إذا كنت أن تعيش الآن ما تعيشه من هذه النعمة وأن تعصي الله عز وجل، فكيف إذا أطعت الله عز وجل؟ لا يسوء ظنك بالله، فوالله لئن أطعته وأحببته لجعل لك من أطباق السماوات والأرض فرجا ومخرجا. ولو كنت الوحيد في أهلك وأسرتك وعشيرتك وقومك، فإن الله سيؤنس وحشتك وسيقوي قلبك وسيثبتك بتثبيته سبحانه وتعالى. لا تبالي، وعليك أن تقبل على الباري وأن تصلح ما بينك وبين الله عز وجل. وما يدريك، فلعل الذي تراه من حولك من العصاة والمذنبين من الأقربين، لعل الله أن يهديهم على يدك. ألم تعلم أن هذا الدين كان في ظلمة كهف وغار نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وانظر كيف ساد به الدنيا وأصبح اسمه في الآفاق أشهد أن لا إله إلا الله، يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله. هذا دين الله، والرحمة بيد الله، والعزة من الله، والكرامة من الله. فأقبل على ربك، ما خلقت إلا لهذا، خلقت لتعبد الله، فإياك أن تستوحش، وإياك أن تستقل نفسك، وإياك أن تحتقر نفسك بطاعة الله عز وجل أبدا. بل اعلم أن الله سبحانه وتعالى سيرفعك من الضعة، ويعزك من الذلة، ويكرمك من المهانة، ويجعل لك خلفا وعوضا منه سبحانه وتعالى. فهو خير الخالفين سبحانه، وخير من يخلف، ويخلف على العبد بكل خير في دينه ودنياه وآخره. فأبشر بكل خير من الله. إبراهيم عليه السلام وقف على قومه كلهم من الأقربين والأبعدين ليقول لهم قولوا لا إله إلا الله، فعاده الناس عن بكرة أبيه كلهم ضده، وآخر ما يكون أن يجتمعوا لقتله وهلاكه، وتوقد النار نصرة للآلهة والشرك وعبودية غير الله عز وجل، ويرمى في هذه النار وهو كامل الإيمان كامل الإيقان في العظيم الرحمن، وقال كلمته حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تأمل، أولا خرج من أرضه فقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، خرج من أرض أبيه وقومه وعشيرته، فأبدله الله الأرض المقدسة أرضا أطيب من أرضه وأبرك من أرضه، ثم أبدله الله عز وجل فجعل ذريته في البيت الحرام. انظر كيف خلف الله له في الأرض. ثم بعد ذلك جعل له لسان صدق في الآخرين، وأعطاه فجعل ذرية في ذريته النبوة والكتاب، كل خلف من الله، خلف للموحدين والمطيعين. إياك إذا كنت في طاعة الله أن تشعر بذلة، وإياك إذا كنت في طاعة الله أن تشعر بضعف وخور. ولو أن العالم كله والفتن أحاطت بالناس، فاعلم أنك أعز الناس بالله، وأنهم إذا استغنوا بالدنيا فإنك أغنى ما تكون بالله، وأنهم إذا استعزوا بمعصية الله فإنك أعز ما تكون بطاعة الله عز وجل. لا تشعر بالضعف، هذا الخور وهذا الانهزام للإنسان بمجرد أن تأتي فتن ومحن يمتنع من التوبة أو يكون على طاعة ثم ينتكس. كلا والله، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله لا يضيع أجر المحسنين ولا يضيع عباده المتقين، بل هو سبحانه وهو أرحم الراحمين ألطف ما يكون بهم، وهو سبحانه يدبر لهم ويكيد لهم ويحفظهم سبحانه وتعالى ويكلأهم. فكن معهم ولا تكن مع غيرهم.
أبشر بكل خير وأقبل على الطاعة والالتزام، ولا عليك من الأقربين والأبعدين، ومن أناب إلى ربه فهو من المفلحين. نسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكماله أن يثبت طاعتنا، أن يثبتنا على طاعته. نسأل الله بعزة وجلاله أن يثبتنا على طاعته ومحبته ومرضاته. اللهم اهدنا هداية الأبرار، وسكنا سبيل الأخيار، والطف بنا في الليل والنهار، واحشرنا في زمرة المصطفين الأطهار. يا أرحم الراحمين، يا من أنت الله الواحد القهار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.